السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. درس اليوم صف السادس ابتدائي، تشكيل أنية خزفية منتظمة الشكل. وبدون عارفين طبعا الخزف اللي هو عبارة عن فخار محروق، فينة محروقة، خلاص، وتم إضافة عليه مادة تسمى الجليز اللي هي مادة زجاجية. الفخار والخزف، لكن الفخار اللي هو فينة محروقة فقط. يعتبر الفخار والخزف من أرقى الفنون التي عرفها الإنسان عبر الحضارات المختلفة، ويقصد بالفخار هو ما صنع من الطين ثم أحرق في النار بعد جفافه، ويكتسب صفات جديدة طبيعية وكيميائية، ويتغير لونه ويتحول إلى جسم صلب مسامي له رنين ولا يمكن إرجاعه إلى الحياة الطينية اللازبة 100 مرة أخرى. طبعا طالما حرق خلاص لا نستطيع إرجاعه مرة ثانية إلى وضعه الأول. هذه الطينة شكلناها بالشكل هذا، وبعد كده حرقت وصارت جسم صلب ويصبح الفخار خزفاً عند، وطبعاً هنا بقى هنا عندنا الفخار اللي هو طينة محروقة فقط، لكن الخزف نفسه عند يصبح الفخار خزف متى بقى؟ عند طلاء أو تغطية المنتج الفخاري اللي هو الطين المحروق بطبقة رقيقة من مادة زجاجية نسميها طلاء زجاجي اللي هو الجليز، ثم نحرقها مرة ثانية حتى ينضج الجليز وينصهر ويلتصق بالجسم الفخاري فتغلق المسام. يبقى من مميزات مادة الجليز هذه إنها تغلق المسام وتصبح لها سطح لامع ويكتسب المنتج بريقا وجمالا. طبعا بقى هذا الجليز يعطي المنتج بريق ولمعان، وأيضا يغلق المسام. وفي هذه الحالة نطلق عليه القطعة الجديدة كلمة خزف. بعد ما حرق وضع علامة الجليز سمياه، بعد كان فخار وضع علامة الجليز صار خزف كما نرى بالشكل هذا. يعتبر فن الخزف من الفنون التشكيلية الهامة في حياة الناس على مدى العصور، لما يحتوي على جوانب وظيفية نفعية بالإضافة إلى القيم الفنية والتذوقية والجمالية التي تحملها المنتجات الخزفية. كده عندنا هذه الأشكال كلها خزفية، فينة محروقة وضع علامة الجليد طبعا سدت المسام وأعطتها لمعان جميل وراء. ويعتمد الخزف في إنتاجها على خامة الطين، إذا الطين هي الأساس الذي لا يغنى الخزاف عنه، لما له من استخدامات واسعة في مجال الخزف. فالمنتج الخزفي لا يكون خزفا إلا والطين أساس تكوينه وبنائه الوظيفي. فإذا الطينة هي أساس الخزف. ما هي الطينة؟ الطينة هي بقى الطينة هي عبارة عن مادة غروية لديها ليست أصيلة بل ناشئة عن تفكك وانحلال أنواع معينة من صخور أصيلة، وهي خامة طبيعية مصدرها الأرض، وتتكون بتأثير عوامل التعرية في الصخور الفسفورية والعناصر الأساسية لجميع أنواع الطين، هي السيليكا، الألمونيا، الماء متحدة معا، طبعا بين السيليكا والأمونيا المتحدة معا. يبقى الطينة متكونة من سيليكا وألمونيا، خلاص. ثم يختلط بها أثناء تكويناتها مواد أخرى تجعلها قابلة للذوبان في الماء وقابلة للتشكيل، وتحدد تقبلها لنوع الطبقات الزجاجية ونسبة تحملها درجات الحرارة العالية. وهذه المواد مثل الحديد والمنجنيز والسيليكا والجير والأمونيا والصودا وغيرها، لكن الأساسية السيليكا والألمونيا. خواص الطينة الصالحة لعملية أن تكون ناعمة الملمس، لا تتشقق بعد الجفاف، لينة عند الضغط عليها، تحمل درجات الحرارة العالية، تتحلل بسهولة في الماء، ولا تعود لحالتها الأولى بعد حرقها الحريق الأول. ولها صفات المرونة واللزوجة أيضا. لها صفات الطينة اللي احنا استخدمها إن هي لا تتشقق بعد الجفاف، تكون لينة عند الضغط عليها، تتحمل درجات الحرارة، يبقى إذا كل هذه، وأيضا تكون ناعمة الملمس، تتحلل بسهولة في الماء، ولا تعود لحالتها الأولى. طبعا إذا حرقت لا تعود لحالتها الأولى، دي من صفات الطينة اللي هي صالحة على عملية الخزف. ولها صفة المرونة واللزوجة كما ورد في الآية كما ورد في الآية الكريمة: فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، إنا خلقناهم من طين لازم.
والنزوبة تعني التماسك وصعوبة الانقطاع بمعنى المطاطية، خلاص بمعنى لا المطاطية. والطينة المستخدمة في الخزف لها مسميات ولها أنواع عدة، منها الطينة الجيرية والطينة الصلصالية والطينة الكالوينية والطينة الحرارية. كل هذه ألوان وأنواع من الطينة، بيضاء لونها رمادي رصاصي بني وهكذا. خلاص. والطينة المستخدمة في المدارس هي الطينة الصلصالية اللي هي تعتبر البني، لأنها أرخص الأنواع وأوفرها، وتوجد على أسطح الجبال المنحدرة من وبعض الأودية التي تترسب فيها فيها المياه، وتتميز بنعومتها وليونتها وقوة تماسكها، وتتحمل درجات الحرارة عالية، وتحتوي على مواد معدنية مع نسبة متزايدة من أكسيد الحديد الذي يعطيها اللون الأحمر ويكون لونها رمادي. سبحان الله، ما أكرمه وأعظمه إذا سخر كل ما في الكون لينتفع به الإنسان. طبعا الطينة هذه بنستخدمها في عملية طبعا عملية الفخار، الأواني الفخارية والخزفية. خلاص، هي هذه الطينة، ودي أكثر طبعا استخدام بالنسبة لها، لأنها طبعا رخيصة الثمن. وتصنع الطينات وتباع في الأسواق على الهيئات والأشكال الآتية: أكياس فيها بودرة طينية ناعمة، كتل طينية داخل أكياس، طبعا على كذا شكل، لكن بودرة، بودرة طبعا بيستخدمها اليوم اللي عندهم مصانع خاصة بالخزف وكذا، لكن الطينة هذه في أكياس تباع ممكن للطلبة وكذا. تجهيز الطينات تعتبر عملية تحضير وتجهيز الطينة من أهم العمليات المؤثرة في صفات المنتج الخزفي، لذلك لا بد من اتباع الخطوات الآتية في تحضيرها حتى نحصل على طينة جيدة. طبعا لا بد أن الطينة هذه عشان نقدر نستخدمها جيدا، نحن نجهزها ونحضرها لا لا طبعا أهو تعتبر عملية تحضير وتجهيز الطينة من أهم العمليات المؤثرة في صفات المنتج الخزفي. إذا أهم شيء فعلا اللي هي نحن عملية إعداد الطينة بشكل جيد. طبعا بنجيب الصخور زي كده أو القطع اللي بنطحنها لنصير بودرة بالشكل هذا، ونبدأ نعجنها. خلاص، الخطوة الأولى ندق الطينة التي على شكل كتل بالمطرقة، ثم نعجنها ونطحنها بعجلة الفرد. طبعا هذه كلها ده في الأساسيات، لكن أنت كطالب هتلاقي عندك البودرة اللي تستخدمها، ما تستخدم البودرة أساسا، ممكن تستخدم الطينة الموجودة في المكتبات اللي هي في أكياس. الخطوة الثانية، نضع الطين المنخول في وعاء، طبعا لكن بنتعلم الأساسيات. الطين المنخول في وعاء من البلاستيك، ثم نضيف الماء على الطين المنخول لمستوى الغمر ويكون أعلى بحوالي 7 سم، نترك لمدة 3 أيام. ده الأساسيات. احنا طبعا ثم نضيف الماء على الطين ومستوى الغمر ويكون أعلى بحوالي 7 سم، يعني 7 سم أعلى من كمية البودرة، ويترك لمدة 3 أيام لتتمكن جزيئاتها من التشبع بالماء، وتسمى هذه الطريقة بالتخمر، تبقى إلى أن تتخمر. ثم تخلص الطينة من الأملاح، وذلك بسكب الماء من أعلى الطينة المخمرة. ثم إضافة ماء مرة أخرى وتحريكها وتكرار هذه العملية عدة مرات. إحنا شايفينها كده في الصورة اللي أمامنا. الغطس اللي نقلب الطينة جيدا لتصبح ذات قوام واحد، ثم نصفيها بمصفاة خاصة كما في الصورتين. هذه كده مصفاة موجودة عندنا يعني. والخطوة الرابعة، نضع الطينة في الطين المصفاة في أحواض ويعرض للشمس والهواء للتخلص من الماء الزائد عن طريق التبخر الطبيعي، ويقلب يوميا حتى يخرج الماء الزائد منه كما في الصورة الأمامية. خامسا، نعجن الطينة جيدا بالأيدي حتى تصبح متجانسة خالية من فقاعات الهواء التي تؤدي إلى تشقق وكسر القطع الخزفية المحتوية التسوية في التسوية، ونحفظها في درجة رطوبة مناسبة، أو تغطيتها بخيش مبلل، أو تغليفها بعازل من البلاستيك.
الصور عندنا. طرق التشكيل بقى طبعا احنا كده عرفنا على الطينه وكيفيه اعداد الطينه تجهيزها. طرق بقى التشكيل، ندخل في معمليه التشكيل. تتعدى طرق التشكيل اليدوي وتختلف اساليب التنفيذ حسب التصميم وفكره الموضوع. وينقسم التشكيل اليدوي الى قسمين رئيسيين، هما التشكيل المباشر والذي يضم عده تقنيات، منها التشكيل بالشريحه، التشكيل بالحبال والضغط وعجله الخزان كذا طريقه طبعا. أما القسم الثاني فهو التشكيل الغير مباشر، ويندرج تحت عدة مثل الصب في القالب والضغط في القالب، التشكيل فوق القالب زي اللي هي زي هذه كده، نجيب قوالب ونقع عليها الطينة زي ما احنا شايفين كده. ويعد التشكيل اليدوي المباشر والغير مباشر من الطرق البسيطة التي تظهر عملية الإبداع عند الخزاف، وتساعده في إنتاج أعمال خزفية متنوعة منتظمة الشكل كما موجود أمامنا هنا في غير منتظمة. هنا في أشكال منتظمة وغير منتظمة. نتأمل الشكلين ونبدأ من الفرق بين الشكل المنتظم والشكل غير المنتظم. هذه كلها عبارة كده أشكال أهي. هذه أشكال منتظمة اللي أمامنا خلاص. أما هذه أشكال غير منتظمة. منتظمة يعني إيه؟ نفس بعض، نفس الأمام زي الخلف زي احنا شايفينها كده. هذه أسطوانية، هذه مثلا شكل بيضاوي، هذا شكل سداسي، هذا شكل على شكل اللي هو المربع والمكعب المستطيل، هذه شكل نصف دائرة، هذه منتظمة. لكن هذه الأشكال غير منتظمة، ما تقول إن الجزء هذا مثل الجزء هذا طبعا غير منتظم. وقد برع الخزاف الشعبي السعودي في كثير من مناطق المملكة العربية السعودية في إنتاج أواني خزفية منتظمة الشكل لأغراض مختلفة، منها ما هو لحفظ الأغذية أو لحفظ الماء أو للزينة أو الطبخ. طبعا هذه الموية أزيار ولا الهادي، وهذه أواني ممكن للطهي وضع المحيط فيها زي ما شايفين هذه كده، دورة لحفظ الزمزم، مركن زرع هذا للزرع، باب طبعا لحفظ الطعام هذا كده طبعا. يبين في أشياء نفعية وأشياء جمالية. وقد استمد الخزاف الشعبي هيئة الأواني المنتظمة الشكل من الأشكال الهندسية مثل الرصقيل، المربع الأسطواني، المخروط، الدائرة. وعندما نتأمل الإناء الفخاري الشعبي في الشكل اللي أمامنا هذا، نجد أنه مكون من 3 أشكال هندسية. الفوهة عبارة عن أسطوانة زي ما احنا شايفين كده، هذا الشكل أسطواني وواضح صغرها قاعدة ممتدة إلى الأسطوانة. طبعا الشكل بقى حسب ما نشكلها. جسم الإناء فهو شبه كروي، يزيد امتلاء الكرة عند الجزء السفلي. أن قطر الكرة يفصل الجسم إلى نصفين، علوي ويشمل الأكتاف، وإن كانت مسحوبة باتجاه القاعدة، ونصفي ونصف سفلي يشمل قمة. التحدب للشكل القاعدة زي احنا شايفين هنا الشكل أمامنا، هنا الشكل هذا كروي أو أسطواني خلاص، يأخذها من الأشكال الهندسية. القاعدة عبارة عن مخروط، طبعا تم تقسيمها بالشكل هذا، شكلها أشكالها هندسية. تبدأ بشكل مخروط من خارجها إلى داخل الإناء. طبعا تكون مخروط صغير رأسه إلى الأعلى يقع في منتصف الإناء ويمس وتر الدائرة المكونة للجسم. طبعا هذا شكل مخروط يكون هذا، وأيضا هنا شكل مخروط اللي هو في القاعدين، وهنا الشكل هذا كروي في المنتصف، وهذا كلها شكل أسطواني، شكلها أسطواني. وكل هذه متساوية من أشكالها الهندسية. ونحن نستطيع أن ننتج ونشكل أواني خزفية منتظمة الشكل بإحدى طرق التشكيل، التشكيل بالشريحة أو تشكيل بالحبال أو الضغط في الكتلة. طبعا كل هذه طرق للتشكيل على الطين. إذا توفرت لدينا الخامات والأدوات المناسبة، الخامات والأدوات بقى الموجودة، نحن كيلو طين طري، طين سائل، قطعة قماش سميكة، النشابة، خشبتين، فرشاة.
دي الأدوات اللي هنستخدمها، أدوات لقطع الطين وأدوات للحام الطين وأدوات تبريد الرئة، أكياس بلاستيك لحفظ الطين. كل هذه الأدوات الموجودة أمامنا اللي احنا شايفينها، طبعا كيس تعقيد طينة، طينة سائلة طبعا قطعتها من خشب، لو هنفرد الفرادة هذه قصد فراغ، هذه فراغ، أكياس نايلون، قطع قماش، الفراغ اللي بتفرغ، هذه ده فصل التفريغ. تشكيل عينية منتظمة الشكل بطريقة الضغط في الكتلة. عندنا طريقتين نستخدمهم، طريقة الضغط وطريقة التفريغ. طريقة الضغط بقى اللي هي تعتبر طريقة التشكيل بالضغط بكتلة الطين، هي من أقدم الطرق في نشأتها، وهي أيضا من أبسط الطرق ومستخدماتها، أبسط الطرق وقد استخدم الفخاري طبعا الناس اللي عملت قبل التاريخ، استخدم هذه الطريقة اللي هي الضغط. وتستخدم طريقة التشكيل بالضغط بكتلة الطين في إنتاج بعض الأواني البسيطة وبعض المجسمات والأشكال المنتظمة والغير منتظمة، وتنقسم في هذه الطريقة إلى قسمين، بالضغط تشكيل بالضغط في الكتلة، تشكيل بالتفريغ في الكتلة المنتظمة. ففي تفريغ وفي وفي ضغط، في طرفين، في تفريغ، تشكيل بالتفريغ وتشكيل بالضغط زي ما احنا شايفين. طريقة الضغط المنتظم، يبقى هنا الطريقة الأولى طريقة الضغط، تعتمد هذه الطريقة على اليد في عملية الضغط والترقيق في الكتلة الطينية، بحيث ينمو الشكل من مركز الضغط إلى الخارج، حيث تعطينا شكلا منتظما. ويمكننا اتباع الخطوات الآتية: هنجيب قطعة من الطين زي ما احنا شايفينها كده، طبعا كبر حجم اليد كده، ونعملها مستدير بالشكل هذا، ونبدأ نضغط عليها داخلها. أول طريقة، أول خطوة، هي نضغط من داخلها، نبدأ نضغط ونخليها سمك واحد بالشكل هذا. بعد كده طبعا لما يكون فيه زيادات من أعلى نبدأ نقصها باستخدام المشرط، خلاص، وبعد كده نضغطها باستخدام الإسفنجة، ونعمل لها طبعا قاعدة باستخدام الحد أو الضغط أيضا. يكون الشكل طبعا بالشكل هذا، ونظبطها عن طريق نضعها داخل نلفها طبعا بقماش، ونضعها داخل كيس بلاستيك حتى لا تتشقق. طريقة التفريغ المنتظم في الكتلة، يعتبر أسلوب التفريغ في الكتلة الطينية المنتظمة من الأساليب التي تساعدنا في بناء مجسمات وأشكال وأواني منتظمة الشكل. تعتمد هذه الطريقة على استخدام أدوات خاصة للتفريغ، وهي الطفرات، ويكون التفريغ من أعلى الشكل أو أسفل الشكل أو التجزئة النصفية. يمكننا أن نتعلم طريقة التفريغ بالتجزئة النصفية من خلال اتباع الخطوات الآتية. الخطوة الأولى، طبعا نأخذ قطعة من الطين ونجهزها طبعا كبر اليد أيضا. بعد كده نجيب حبل خيط، يعني نخيط ونقسمه نصفين باستخدام الخيط، خلاص. بعد كده هنبدأ نجيب كل نصف ونبدأ نعمل عملية التفريغ فيه، نفرغه من الداخل. كل نص هنبدأ نفرغ من الداخل، وبعد كده خلينا نسوي الشكل من الداخل بأصبع التمرين، طبعا صوابعك نسوي الشكل نظبطه مع قطعة الإسفنج. طبعا بعد كده هنجيب القطعتين على بعض ونضعهم فوق بعض بالشكل هذا. طبعا الخطوة الرابعة، نعمل فوهة الإناء، هذه كده نعمل فوهة من فوق، ونبدأ نضع لها شكل زي كده. هذه هي الطريقة، وطريقة سهلة جدا وبسيطة، ما في أي شيء صعب إن شاء الله، ونعملها مع بعض إن شاء الله في الفيديو العملي. طبعا الطريقة الأولى الضغط، عملنا بيها شكل إناء، وأراكم الرابط الخاص بها أسفل هذا الدرس، تدخلوا تشوفوها كيف عملنا عملية الضغط. عملية التفريغ إن شاء الله بعمل لكم بها إن شاء الله فيديو خاص بعملية التفريغ هذه باستخدام الضفرة لفرغ الأشكال هذه. خلاص، سهل ان شاء الله باذن الله، ونضع لكم ايضا رابط مع الدرس هذا. طبعا هذه سبق ان تعلمنا كيف نعمل الاشكال بالحبال والطريقه هذه، كل هذه اشياء سهله وبسيطه. تظل صناعه الخزف لغه تشكيليه رائده، لها جمالياتها الخاصه ولها مفرداتها واساليبها التعبيريه والابداعيه. نتامل اعمال خزفيه ثم نتحدث عن الجوانب الفنيه والجماليه لاحدى الاشكال، من حيث طبعا هذه الاشكال منتظم، هذا ممكن غير منتظم، هذه أيضا إطار منتظم. كل هذه طبعا الاستخدام النفعي، هذه الإضاءة، هذه ممكن تكون مثلا هذه ممكن
يعني صراحة الوضع فيها كل طبعا كل تقدر تتكلم عن كل واحدة طبعا هذه اسطوانية الشكل، هذه كروية، هذه اسطوانية وهكذا، نقدر نتحدث عن كل شكل ومن حيث البناء بتاعه. بعد كده إن شاء الله بإذن الله والقيمة النفعية بتاع كل شكل. طبعا إن شاء الله بإذن الله بترككم الفيديو رابط على الفيديو أسفل هذا الدرس اللي هو طريقة الضغط، وإن شاء الله بإذن الله نسوي لكم طريقة الرابط الخاص بطريقة التفريغ أسفل هذا الدرس إن شاء الله بإذن الله. أتمنى تكونوا استفدتم من هذا الدرس وتعرفنا، والمعلومات طبعا إحنا عرفنا إن الطينة تتكون من مادة الله زي ما احنا خدناها الطينة ساعة أول الدرس هذا. طبعا الطينة بتتكون من مادتين، الأمونيا والسيليكا. خلاص عندنا أيضا مادة عرفنا الفخار اللي هو طينة محروقة، والخزف اللي هو يعتبر الخزف يعتبر اللي هو الطين اللي هو وضع علامة فخار وضع علامة الجليز وتم حرقه. خلاص يبقى هنا احنا عندنا اتعرفنا على شيئين دول. خلاص وعندنا طبعا اهو الجليز اللي هو وضع الطين المحروق يسمى بعد كده يسمى خزف، وان الطينة اهو الاساسي هي السيليكا والالمونيا. خلاص فالموضوع سهل وبسيط، فهذه الاساسيات اللي احنا عارفينها كفاية عن نعجن الطينة وكل هذه الاشياء تعرفنا عليها. وان شاء الله بترككم الفيديو الخاص العملي بهذا الدرس موجود عندكم رابطه اسفل هذا الفيديو ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.